صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. منخفض جوي متمركز فوق اليونان حمل معه كتل هوائيه بارد نسبيا عم بيسيطر على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وعم بيؤدي لطقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحراره. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. بنبلش جولتنا مع القاهره 27 26 بتونس 22 درجه بالرباط 39 ببغداد 24 بدمشق 21 درجه بالقدس والختام عم بيكون مع الكويت 38 اما الدوحه والرياض 37 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره جو العام عم بيكون بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة تتوصل اقصاها على الساحل لل 23 درجة اما ادناها ل 17 درجة، بالنسبة للرطوبة عم توصل اقصاها لل 75%، اما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 8 وال 21 درجة اما بالداخل عم تسجل اقصاها 25 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 20 21 بطرابلس 14 بالقرس 22 درجه بالكوره 23 بالهرمل 21 بالقاع 18 ببعلبك 16 درجه برياء 22 درجه بجبال 16 بميروبا 23 بجوني وببعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 23 درجه وطقسها عم بيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا 25 درجه بزحله 24 بشتوره 23 بعنجر 22 درجه بمشغره 21 بجزين 19 برشيه 20 درجه بمرج عيون وببنت جبال والختام عم بيكون مع بيت الدين 15 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا 22 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، انخفاض درجات الحراره ورياح نشطه عم توصل سرعتها لل 75 كيلومتر بالساعه، عم بيكون في عنا احتمال لتساقط امطار محليه بفتره بعد الظهر نهار الاحد، اما لبكره الحراره عم توصل اقصاها ل 23 درجه اما ادناها ل 17 درجه، انخفاض بدرجات الحراره لنهار الاثنين تتوصل اقصاها لل 20 درجه، ترجع ترتفع شوي درجات الحراره لنهار الثلاثاء تتسجل اقصاها 23 درجه اما ادناها 17 درجة مع احتمال لتساقط أمطار محلية. عم بيكون في عنا مرة تانية ضباب على المرتفعات أما بمنطقة الأرز الحرارة تتراوح بين الأربعة وال 14 درجة. هيدا كان كل شي لليوم، شوفكن بكرة. وصلنا إلى ختام المسائية وبقي أن نذكركم بأبرز ما جاء بها